بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. ده نتكلم عن الكواليتي اوف سيرفيس. نشوف موضوع الكواليتي اوف سيرفيس هو شنو. فعندنا راوتر هنا، الراوتر ده جاي او باكيتس، يعني عندنا راوتر عنده توصيلة هنا وتوصيلة هنا. الراوتر ده جاي او باكيتس. الباكيتس زي ما انتم عارفين بتكون ابلكيشن تي سي بي اي بي ماك. الباكيت مكون من ابلكيشن تي سي بي اي بي ماك. الاي بي هيدر فيه فيلد بتاع كواليتي اوف سيرفيس اسمه تايب اوف سيرفيس، زي 8 بت، لكن 6 منهم اسمه الدي اس سي بي. دي اس سي بي ديفرنشيتد سيرفيسز كود بوينت، دي اس سي بي 6 من الثمانية فيلدز بتاعت كواليتي اوف سيرفيس. وان مور تايم، عندنا الراوتر عنده توصيله هنا وتوصيله هنا. ففي باكيتس جايه للراوتر، الباكيتس دي بتجي بابلكيشن تي سي بي اي بي ماك. الاي بي هيدر فيه فيلد اسمه ديفرنشيتد سيرفيسز 8 بتس، 6 منهم اسمه دي اس سي بي. السته منهم ديل يعني كلهم اصفار معناه القيمه زيرو، لو كلهم اصفار وفي واحد معناه القيمه واحد، لو كلهم اصفار وفي واحد بعد ذاك في صفر معناه القيمه اثنين. فالدي اس سي بي ده لانه سته خانات بيدينا قيم كثيره جدا، تقريبا 64 قيمه من صفر ل 63. فممكن اي باكيت تجي بقيمه معينه بدي اس سي بي فاليو معين، القيمه دي بحددها منه، ممكن يحددها السيرفر الرسل الباكيت دي، لانه الدي اس سي بي فاليو دي قيمه بتاعت اولويه بتاعت برايورتي. انت الباكيت لما تديها دي اس سي بي فاليو معين معناه بتديها اولويه معينه، بتديها برايورتي معينه. فالسيرفر الرسل هو اللي حدد الاولويه دي، او لو انت شغال من بي سي، الابلكيشن في البي سي ذاته الرسل الباكيت دي، مثلا انت شغال زوم او شغال ويبكس او كده، الابلكيشن في اللابتوب ذاته، نحن في الكلاس بنكون كلنا في زوم كول مثلا، فبتطلع تترسل مثلا باكيتس، الباكيتس دي بتترسل لانه دي زوم كول، بتترسل باولويه معينه محدده، ممكن احدد اللابتوب الاولويه دي، بحدد الابلكيشن يعني. فالاولويه دي هي بتحدد الدي اس سي بي ده بحدد اولويه الباكيت. فالراوتر ده بيجيو كميه من الباكيتس، ممكن تجيو مليونز اوف باكيتس باولويات مختلفه، ماركت يعني معلمه بدي اس سي بي فاليو معين، او حتى السيرفر هناك او البي سي لو رسل الباكيت بدون ما يديه دي اس سي بي فاليو معين، ممكن سم سويتشز الونج ذا واي في المسار قبل ما تصل الراوتر، ممكن بعض السويتشات في المسار يدوها دي اس سي بي فاليو معين. يعني ما بالضروره الفاليو بتاع الدي اس سي بي ده يتحدد في السورس، ممكن يتحدد في المسار، ممكن يكون في بعض السويتشات في المسار كونفيجرد انه لما تجي الباكيت تختمها بدي اس سي بي فاليو معين، لسه 63 وترسلها. لكن عموما الراوتر حديه كميه من الباكيت، ممكن مليونز اوف باكيتس بدي اس سي بي فاليوز مختلفه. فالراوتر بيعرف الاولويه بتاعت الباكيتس دي والاحل، لانه ما كل الباكيتس دي متساويه، ممكن باكيت تكون جيت ميسج عشان تجيب لك صفحه جوجل، لكن ممكن باكيت ثاني تكون هاي برايورتي باكيت، معلومات مثلا سنسيتيف المفروض تترسل بسرعه وكده. فالراوتر بيقرا الدي اس سي بي فاليو اللي في الباكيت، الباكيت اوريدي ماركت بدي اس سي بي فاليو معين. فالراوتر بيقرا الدي اس سي بي فاليو المعين، بيقوم بيقول الباكيت دي اولويتها كذا، بيقوم بيوزعها في كيو معين. الراوتر عنده كيوز، هاي برايورتي كيو وكيو اللي بعد والكيو اللي بعد. الراوتر ممكن يكون عنده ليتس سي، نبسط القصه، ليتس سي عنده 3-4 كيوز باولويات مختلفه، اعلى اولويه الكيو الاول، بعد ذاك الكيو الثاني، بعد ذاك الثالث، بعد ذاك الرابع. الباكيتس اللي بتجي بدي اس سي بي فاليو معين اللي هي هاي برايورتي دي كلها بتحطها في الكيو الاول. الباكيتس اللي بتجي ببرايورتي اقل من كده بتتخطف في الكيو الثاني، ثم الكيو الثالث، ثم الكيو الرابع. فكده الباكيتس اتوزعت على الكيوز. بعد بيجى الراوتر داير يصرف، ما الراوتر جايب الباكيتس هنا لكن عنده وصله لهناك برضه داير يرسل فيها. حيرسل ذات الباكيت اول، حيبدا من الكيو الاول الاعلى برايورتي، حيشيل باكيت من هناك يرسلها، يشيل باكيت ثاني من هناك يرسلها، يشيل باكيت ثاني من هناك يرسلها، and so on. فبكون بعد ذاك يعني حسب الأولوية بتاعت الكيو بنصرف كده، بنضمن إنه الترافيك المهمة مثلا زي كولز من اي بي فون، ولا زي ابلكيشن معين، أو زي فويس ترافيك عندها مثلا متطلبات بتاعت سرعة معينة كده، بنضمن إنه دي أولوية عالية عن طريق الدي اس سي بي فاليو. فدي اسمه الماركي، والراوتر بيقوم بوزعها على كيوز، فدي اسمها الكلاسيفيكيشن. بعدك السكيدولينج، السكيدولينج ده معناه الراوتر بعدك يشيل الباكيت من الكيو ويصرفها. ف
for marking, classification and scheduling. والسلام عليكم ورحمة الله.